مساء الخير مشاهدينا الكرام. عناوين النشرة الرئيسية: خروج المغرب من اللائحة الرمادية إنجاز تاريخي جديد وحفاظ على تكامل واستدامة ومرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز لصورتها وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية. المرضى المنقولون من نظام رامد إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يستفيدون من الخدمات العلاجية الضرورية بالمستشفيات العمومية، والروبورتاج سنتابعه من مستشفى العياشي بسلا. تساقطات مطرية وثلجية هامة تشهدها العديد من مناطق المملكة، والأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي المزيد إلى غاية غد الثلاثاء. وضمن النشرة نتوقف عند تأثير الإدمان على المقاطع القصيرة أو الريلز وتداعياتها في عصر السوشيال ميديا. أهلا بكم. نبدأ هذه النشرة ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادير، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لذكرى عيدها الوطني. قرار مجموعة العمل المالي في خروج المغرب من اللائحة الرمادية يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية التي يبذلها المغرب في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية، تدابير ركزت على حزمة من الإجراءات التشريعية التنظيمية التحسيسية والرقابية. تقرير حافظ الهواري. خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيساعده على العودة بقوة للأسواق المالية الدولية بتسهيلات أكبر، أي بنسبة فائدة أقل، وبالتالي سيصبح بإمكان المغرب الحصول على قروض بشكل ميسر. قرار مجموعة العمل المالي جاء لتكريس الثقة في الاقتصاد الوطني وفي المؤسسات المالية الوطنية، وهو ما سيعزز بشكل واضح التصنيف الائتماني للمغرب من قبل المؤسسات الدولية للتنقيط مثل فيتش ريتينغز وموديز وستاندرد أند بورز، وهي مؤشرات ستجعل تطور الخط البياني للاستثمارات إلى جانب تسهيل عمليات تحويل الأموال لفائدة مغاربة العالم وتعزيز قيمة الدرهم. فالمغرب خدا مجموعه ديال القرارات على المستوى التشريعي، لان الان عندنا قانون خاص غير للتجريم ديال الاموال ديال الطبيب. ثم ثانيا المغرب خلق منظمه اللي مكلفه بتتبع ورصد تحركات ديال الاموال عبر الابناك، واخيرا المغرب قام بواحد العمليه ديال التحسيس لمجموعه ديال الفاعلين داخل المجتمع المغربي من خبراء في المحاسبه وكذلك خبراء معتمدين والموثقين وكذلك العدول لتتبع العمليات لرصد إذا كانت هناك عمليات ديال المحاولة ديال تبييض الأموال. وعمل جبار قام به المغرب على مستوى العمل التشريعي، العمل القانوني، العمل التنظيمي والعمل الاستباقي وأيضا العمل الترقبي، والأشياء كثيرة جدا على المستوى القانوني والتشريعي وأيضا على مستوى الفعل المؤسساتي والانضباط لمجموعة من التوصيات الصادرة على مجموعة العمل الدولي الخاصة أو الجافي التي هي منظمة تعنى بهذا الأمر وتعطي توصيات أساسية فيما يتعلق بالمؤشرات التي يجب أن تحترم على المستوى كل دولة لحدة. القرار المتخذ من طرف مجموعة العمل الدولي جاء كتكريس بطبيعة الحال لشفافية المعاملات المالية التي تنهجها بلادنا من خلال تنزيل المقاربة الاستراتيجية المعتمدة لمحاربة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. هذه الخطوة بطبيعة الحال ستعزز صورة المملكة المغربية وموقعها التفاوضي أمام مؤسسات والهيئات المالية الدولية، وبالتالي ستعزز كذلك ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المغربي بصفة عامة، في النظام المغربي من خلال تعزيز الثقة في الهيئة كيف في المنظومة القضائية، في المنظومة المالية، في النظام السياسي لبلدنا كذلك. اشتغل المغرب على مدى سنتين في مجال إزاحة الإعفاءات الضريبية على التصدير وفي مجموعة من القطاعات مثل الصناعة التقليدية والسياحة والمناطق الحرة، واشتغل المغرب على محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بانخراط مختلف المتدخلين كالأبناك والجمارك بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. المغرب سيحصل على تنقيط سيادي جديد من طرف المنظمات الدولية المكلفة بتنقيط الدول على مستوى الأموال،
ثم كذلك غادي يكون إضافة إيجابية بالنسبة للأبناك التجارية المغربية، بحيث أنه كل عمليات رصد الأموال على الصعيد الدولي تمر بالأبناك، فتنقيط سيادي غادي يكون إيجابي بالنسبة للمغرب. ثم كذلك هو أهم شيء بالنسبة لي وهو الصورة الإيجابية للمغرب، بحيث أنه في إطار الخرجات على الصعيد الدولي أثناء النقاش مع المنظمات ولا مع السوق المالية، المغرب سيكون في موقع مريح للتفاوض حول القروض للمغرب في حاجة إليها. هذا الأمر هو سيساعد المغرب أولا في اتجاهات متعددة في مجال تفاوضه مع المؤسسات المالية الدولية من ناحية، لأن هذه المجموعة يحضر إليها أيضا مجموعة مؤسسات على المستوى الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات المالية الكبرى، وأيضا سيساعد على تعزيز مكانة المغرب التفاوضية وعلى جلب الاستثمارات الخارجية، لأن هذه المؤشرات مؤشرات أساسية للضبط على المستوى البنكي البنوك المركزية وعلى المستوى التصنيفات التي تهم المغرب. وهذا الخروج من هذه القائمة الرمادية غادي تخلق واحد المناخ الاقتصادي اللي هو مبني على الثقة، مبني على وهذه الثقة اللي تتميز بها واللي تتعطيه هذا الخروج من هذه اللائحة، لأنه كما قلت تتعطيه هذه الصورة الإيجابية اللي تجعل المستثمرين أنهم ينفذون إلى المغرب وأنهم يستمرون، مما سيكون له واحد تأثير إيجابي على الاقتصاد. خروج المغرب من اللائحة الرمادية يعكس نظرة مجتمع المال والأعمال الدولي للمغرب باعتباره يجسد معايير دولة ناضجة تحترم القانون الدولي وتحترم التزاماتها وتطور مؤسساتها باستمرار، فقد رفع المغرب تحدي تنفيذ الإصلاحات بسرعة وفقا للمعايير الدولية، وتجسد هذا في إرساء بنيات إشراف جديدة وآليات للرقابة واليقظة وتبادل المعلومات. ولمناقشة أبعاد وحيثيات خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، نرحب بضيفنا في بلاتو الرئيسية أحمد خالد بن عمر، منسق ملف محاربة غسيل الأموال بوزارة الاقتصاد والمالية. مرحبا بكم سيد بن عمر. إذن بداية هضرنا بزاف على الأهمية والأبعاد والآثار ديال هذا القرار اللي صدر على مجموعة غافي، بغينا نعرفوا معك سيد بن عمر كيفاش اشتغلت بلادنا على هذا الملف باش توصل لهذا الإنجاز اليوم، والأكيد أن هذا عمل ماشي سهل بل كان مراه عمل كبير وجبار. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للدعوة الكريمة. مرحبا. كما قلتم كان هذا عمل جبار وعمل كبير. اولا اللي بغيت نقول بان المغرب اشتغل يعني واحد المجهود كبير عبر واحد المخطط العمل، وهذا المخطط العمل كان افقي وفي ابعاد متنوعه، وكان يعني تحت تنسيق ديال الهيئه الوطنيه للمعلومات الماليه. واللي مهم كاين هناك ثلاث دلالات في هذا المخطط العمل. الاولى هو بانه هو مخطط يعني ما تيتعلقش فقط بالالتزام بالتوصيات ديال المنظمه، ولكن بالفاعليه والفعاليه والنجاح على ارض الواقع، وهذا اللي الحمد لله تنعتز به اليوم، بأن اليوم جميع الإجراءات مفعلة وموجودة على الواقع، ويعني المراقبة ديالتها والتتبع ديالها موجود يعني على أرض الواقع. ثانيا هي المدة اللي المغرب بقى في هذه اللائحة، مدة قصيرة أقل من سنتين، وهذا الحمد لله تبين أهمية الجهود اللي دات، علما بأن عدد ديال الدول تتخبطوا في هذا المسلسل لسنوات طويلة، 6 سنوات أو 7 سنوات، وحتى الدول اللي خرجوا معنا من هذا المسلسل مؤخرا بقوا يعني ظلوا في المسلسل لمدة طويلة. والدلالة الثالثة هي بأن المغرب في إطار تنزيل التوصيات المنظمة كان السباقين يعني القيام بالتقييم ديالو الذاتي، وكان أول دولة من أول الدول يعني كبيرة في إفريقيا اللي درت هذا التقييم، والحمد لله كنا أولا دخلنا لهذه اللائحة الرمادية وخرجنا منها الحمد لله بسرعة، علما بأن الدول العظمى الأخرى في القارة إما مازال ما داروش هذا التقييم ولا دخلوا يعني لهذه اللائحة الرمادية، فهذا تيبين الصلابة ديال النموذج المغربي في المجال والقوة ديال الإصلاحات اللي قام بها المغرب في هذا المجال. نبغيو نعرفوا كذلك سيد بن عمر شنو المقصود بغسيل أموال وتمويل الإرهاب، وكيفاش بلادنا طورت المنظومة المالية ديالها وفقا للمعايير الدولية باش تكون فعالة في مكافحة جرائم الأموال بكافة أنواعها. هذا المفهوم هو مفهوم دقيق،
باش نبسطوه هو تنعطيو واحد الصبغه شرعيه على اعمال محرمه اللي تكون وراءها بعض الاحيان جرائم ولا اعمال مخالفه للقانون. وهنايا اللي تيدار باش يعني نفعلوا هذه المنظومه يعني وباش نعزوها كاين عده جوانب. كاين الجانب الاول هو الجانب القانوني والتنظيمي. هذا الحمد لله المغرب اليوم نقدروا نقولوا بما عنده منظومه قانونيه تتلائم 100% مع المعايير الدوليه، بل ان المنظومه القانونيه اللي عند المغرب تستوعب حتى بعض التحولات اللي اليوم تعيشها العالم، مثلا التكنولوجيات الحديثه تقدم فيها المغرب بزاف الاخذ لاخذها بعين الاعتبار في هذه المنظومه. ثانيا هناك اصلاحات تتعلق بالمساطر، المساطر الاداريه والمساطر المؤسسات. وثالثا كاين واحد الجانب ديال الاصلاحات وديال الاوراش تتعلق بالفاعلين الاقتصاديين براسهم، لان الفاعل الاقتصادي في هذه المهن اللي فيها المشاكل ولا المخاطر ديال غسيل الاموال لازم دير واحد العدد ديال التحولات والاصلاحات. فهناك ثلاث مستويات من القانوني التنظيمي لما هو مصدري لما هو على ارض الواقع تتعلق بالدوره الاقتصاديه ديال البلاد ديالنا. قرار مجموعه العمل المالي كافي كيتوج المسار والتراكمات والاصلاحات كيف ما ذكرتوا سيد بن عمر اللي ركمتها بلادنا في سنتين من العمل. شنو هي اهم المحاور والقطاعات اللي شملها التقييم ديال مجموعه العمل المالي باش تصدر هذا القرار؟ باش نعطيو بعض الامثله، اولا هناك تعزيز المنظومه ككل، المنظومه ديال 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 هذا الاصلاح اللي يتعلق بالصلابه ديال النظام المالي ديال بلادنا. هناك ايضا وضع واحد الاليات ديال الاشراف على واحد العدد القطاعات والمهن، مثلا العدول، الموثقون، ايضا تجزر العاديات والاحجار النفيسه، هي مهن جديده دخلت في هذه المنظومه وتعزيز الاطار ديال التتبع ديالها. هناك ايضا وضع نظام وطني للمستفيد الفعلي اللي تيمكننا باش نعرفوا شكون هما المخاطر ديال استغلال الاشخاص الاعتباريين في الجرائم ديال مثلا ديال غسيل الاموال. هناك ايضا تدبير المخاطر يعني مقاربه استباقيه، ماشي نستناو حتى توقع الحادثه عاد نعالجوها، ولكن كاينه مقاربه استباقيه. وايضا هناك ايضا اجراءات تتعلق مثلا بضبط واحد العدد ديال المخالفات والعقوبات، لان اللي باش تكون فعاليه بالنظام خاص يكون نظام ديال المخالفات والعقوبات وايضا نظام ديال التحسيس. الاصلاحات يعني اصلاحات متكامله وعمل جبار، ونقدر نقول بان هذا المخطط العمل تيستلزم التعبئه ديال الحكومه ديال الاداره ديال الفاعلين بواحد العدد ديال 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 الفاعلين في بلادنا. اللي ما كانش غنوصلوا لهذا الانجاز الا ما كانش التعبئه ديالتهم الكامله، والحمد لله وصلنا لهذه النتيجه بالتعبئه ديالهم. سيد بن عمر، نبغيو نعرفوا اليوم المغرب كاقتصاد كمؤسسات شنو اللي غادي يربح من هذا القرار، خاصه واننا امام قرار ماشي فقط على مستوى المعايير وانما هو قرار صادر اعتبارا للعمل اللي كتقوم به بلادنا على ارض الواقع. هناك ثلاث مستويات، المستوى الأول هو مناخ الأعمال والمستوى الاقتصادي بصفة عامة. تنعرفوا بلادنا هي رائدة على المستوى القاري في مناخ الأعمال، وهذا القرار غيعزز المكانة ديالها. باش نبسطوا، بعض المؤسسات الدولية، بعض المقاولات الكبرى على المستوى العالمي تتاخذ هذه المعايير بعين الاعتبار في المخططات الاستثمارية ديالها، وهذا واحد كما تيتقال بالفرنسية ان فيغو اللي غيتحيد. المستوى الثاني هو مستوى يتعلق بالتدفقات الماليه وبالرأس المال. كاين دراسه ديال صندوق النقد الدولي تتبين بان الدول اللي في اللائحه الرماديه تتفقد تقريبا 7.5% ديال التدفقات رأس المال و3% ديال التدفقات ديال الاستثمارات المباشره. هاد الا جمعناها تنتكلموا تقريبا على 100 مليار درهم. هو راه مبلغ يعني هائل. هذه فرص ضائعه اللي الحمد لله اليوم عندنا واحد الصلابه باش نقدروا يعني ما نضيعوش هذه الفرص في المستقبل. وثالثا كاين هناك ايضا مستوى ديال التاثير اللي هو ملموس وهو غير مباشر حتى على المواطن، لان هذا التصنيف غيمكن تعزيز ديال مكانه المغرب، غيمكن ايضا نجلب العمله الصعبه. وكما تنعرفوا حنا في واحد الظرفيه عالميه اللي هي صعيبه، عندنا الاشكال ديال الواردات، عندنا الاشكال ايضا ديال المواد النفطيه، المواد الاوليه، المواد الطاقيه، والتوفر على يعني هذه الاريحيه ديال موقع المغرب المالي وعلى حتى على مستوى يعني على المستوى النقدي غيسهل يعني واحد العدد الامور، وربما يكون عنده واحد التاثير ولا تنامل باش يكون عنده تاثير ايجابي حتى على 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 على, على مسائل بحال التضخم. نعم، ارتباطا بهذه النقطة سي بن عمر، شنو الأفق اليوم بعد هذا القرار من حيث التحصين ديالو والمناخ اللي غادي يخلقوا خاصة في مجال الاستثمارات الأجنبية والجاذبية الاقتصادية وأيضا في مجال تعزيز الحكامة المالية؟ هذا القرار تيفتح الحمد لله آفاق واعدة لبلادنا على المستوى ديال السياسات العمومية، على مستوى الاقتصاد،
على المستوى ديال الدوره الاقتصاديه ديال بلادنا، غيعطي واحد المكانه جيده للمغرب على المستوى ديال السمعه ديالو على المستوى الدولي. وبغيت نقول بان هذا المؤشر اللي اليوم ولا هذه اللائحه اللي خرجنا منها معتمده من عدد المؤسسات الدوليه في المعايير ديالها في التتبع ديال الدول، واليوم الخروج منها والتواجد ديال دول اخرى فيها تيعطي للمغرب واحد المكانه خاصه على المستوى القاري بل على المستوى الجهوي ايضا. نعم. سيد احمد خالد بن عمر، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. اذكر انكم منسق ملف محاربه غسيل الاموال بوزاره الاقتصاد والماليه. شكرا لكم. شكرا على الاستضافه. وجهتنا اللحظة جنيف التي انطلقت بها أشغال الدورة 52 لمجلس الإنسان، خلالها يستعرض المغرب مختلف الأوراش الإصلاحية والمكاسب التي حققها على واجهات مختلفة من حقوق الإنسان بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الطفرة التنموية الشاملة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. من جنيف هذه مراسلة لسكين الإدريسي ونور الدين صابر. مشاركة المملكة المغربية خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة برئاسة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريس كانت فرصة لطرح قضية الصحراء المغربية، حيث أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ممثل المملكة تجديد دعم بلادنا للمسلسل السياسي والتزامها بصيغة الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي. أكد على القضية الوطنية ووضح للجميع أن هناك الآن واحد الاتجاه واضح من أجل الدعم للموقف المغربي في هذا الإطار المبني على يعني مبادرة الحكم الذاتي والمبني كذلك على قرارات الدولية ذات الصلة على مستوى مجلس الأمن، وأن ليس هناك لا من قارب ومن بعيد إشكالية حقوق الإنسان في إطار هذا المسلسل الذي نحن يعني قائمين به. نرى بأن هناك طفرة حقوقية انتعاشا حقوقيا وأيضا نهضة حقوقية داخل منطقة الصحراء لم تشمل فقط الحقوق الأساسية بما فيها الحقوق المدنية والسياسية، بل أيضا تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والبيئية، وهذا الأمر هو جلي جدا كرست جميع التقارير بما فيها التقارير الأممية. المغرب أبرز كذلك من خلال تقريره مجهودات المملكة الجبارة والنتائج المشرفة في العديد من القضايا، ومنها قضية المساواة والمرأة وتمكينها من حقوقها القانونية والحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وقضية الشغل من خلال برامج تدعم الشباب المقاول، فضلا عن قضية الهجرة ومواضيع أخرى حظيت بإشادة أممية. المغرب كان نموذجي في التقرير اللي قدم حول التغطية الصحية وحول مشروع أوراش أو مشروع مقاولات إلى غير ذلك، واللي والاتفاقيات اللي صدق عليها ولات صورة إيجابية على المغرب، هنأنا عليها بكثير من ممثلي الدول، والمطلوب أن نستمر في هذا الاتجاه نحو تقوية وضع حقوق الإنسان بما فيه مصلحة المغاربة. المملكة المغربية انخرطت وبكل جدية في التزاماتها في مجال حقوق الإنسان باعتباره توجها وطنيا استراتيجيا لا رجعة فيه. بلادنا اليوم أكدت من خلال الأدلة وبلغة الأرقام أنها تتحرك في الاتجاه الصائب والصحيح من خلال عمل مثمر متواصل وجاد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. من جنيف مراسلة سكينة الإدريسي ونور الدين صابر لقناة الأولى. وصل المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيامر بعد زوال اليوم إلى المغرب في زيارة رسمية للمملكة، ووجد لدى وصوله إلى مطار مراكش المنارة الدولي في استقباله رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وخلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار الاحتفال يوم 28 فبراير بذكرى 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويرافق المستشار النمساوي وزير الداخلية الفيدرالي ونائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية، فضلا عن وفد هام من رجال الأعمال، حيث ستتميز هذه الزيارة بانعقاد المنتدى الاقتصادي المغرب النمسا.
بالدار البيضاء أشاد وفد مهم من مجلس الشيوخ الأمريكي بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. وكان ذلك خلال اجتماع عقده الوفد مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة. أحمد بن خديجة، أحمد الحمري، وأسماء التازي. شراكة استراتيجية وروابط تاريخية ضاربة في القدم تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ومباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع وفد مهم من مجلس الشيوخ الأمريكي فرصة سانحة لاستعراض العلاقات القوية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة مجموعة من التحديات الإقليمية والدولية. المباحثات مناسبة للتوقف عند الأدوار الطلائعية التي يلعبها جلالة الملك على المستويين الإقليمي والدولي حفاظا على السلم وتحقيق الازدهار. Burita to express our deep appreciation to His Majesty King Mohammed VI. أعربنا للسيد بوريطة عن تقديرنا العميق لجلالة الملك محمد السادس لالتزامه بتعزيز العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ودوره في تعزيز السلم والازدهار والأمن في المنطقة وفي العالم. أعضاء الحزبين يعتبرون المغرب قوة استقرار في منطقة تتزم بكونها غير مستقرة. المغرب يعد نموذجا على المستوى الإفريقي في المجالين الأمني والاقتصادي، فالمملكة المغربية تتميز بكونها قوة مستقرة وقوة من أجل الخير. أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ثمنوا عاليا الشراكة الثنائية بين الرباط وواشنطن المرتبطة بمجموعة من القضايا الأمنية، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، معتبرين هذه الشراكة ستتعزز أكثر في السنوات المقبلة باعتبار المغرب أحد أقرب وأقدم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات بين البلدين تعد من أقوى العلاقات التي تقيمها واشنطن في المنطقة. مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية واضحة وثابتة كما عبر عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. تأكيد جاء اليوم على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة خلال مباحثات أجراها مع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا. رشيد كن وعثمان تسي. دعم القضية الفلسطينية ووضع القدس في صدارة اهتمامات جهود المغرب ومساعيه لصالح الفلسطينيين تأسيسا على حل الدولتين، ملفات كانت في صلب هذه المباحثات الثنائية. اتجدد خلالها السيد ناصر بوريطة الموقف الثابت للمغرب لدعم القضية والتشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم للصراع. المغرب له دور تاريخي في دعم القدس، وأيضا جلالة الملك يرأس لجنة القدس، وهذه اللجنة أيضا لها دور مهم ثقافي وتنموي في القدس. وأيضا تبحثنا مع معالي الوزير لتطوير آفاق وتعزيز دور هذه اللجنة في المستقبل لحماية هوية القدس. كانت كذلك فرصة للحديث حول التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ودولة فلسطين في كل المجالات وفي المجال الشؤون الاجتماعية بشكل خاص. المغرب مستعد أن يضع كل إمكانياته وكل تجربته رهن إشارة الإخوة في فلسطين في إطار هذه التوجيهات الواضحة لجلالة الملك بأن المغرب بجانب الدولة الفلسطينية بجانب السلطة الفلسطينية وبجانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. المباحثات استعرضت أيضا مجالات التعاون المشترك الممكن استشرافها مستقبلا، وذلك من خلال دعم إجراءات ميدانية تلمس واقع وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والاستقلال والعيش الكريم.
وبين المغرب وفلسطين مذكرة تفاهم جديدة تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. مذكرة التفاهم تم التوقيع عليها بالرباط وتهم كذلك التكوين خاصة في القطاع الاجتماعي. عبير الملوكي وسعيد إجاسي. هي مذكرة تفاهم تروم توسيع مجالات التعاون القائمة بين المملكة المغربية وفلسطين ليشمل العمل الاجتماعي والتنسيق من أجل إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتطوير العمل المشترك. هي تجديد لاتفاقية أولى ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية عام 1996، وهي من أوائل الاتفاقيات اللي وقعت ما بين البلدين. بدون شك اليوم احنا لاحظنا مع توقيع هاي الاتفاقية المتغيرات التي حصلت خلال هاي السنوات في استراتيجيات وفلسفة الحماية والرعاية الاجتماعية. تبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية محور أساسي في مذكرة التفاهم هذه، إذ أضحى المغرب اليوم نموذجا يحتذى به في هذا المجال. هي اتفاقية مهمة جدا لأنها تأتي في إطار تفعيل وتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وأيضا في دولة فلسطين هناك أيضا مقاربة لحماية اجتماعية بنظام يعني متكامل، فهناك تجارب مهمة يمكن تبادلها، وأيضا المقاربة الرقمية للحماية الاجتماعية وتحسين الاستهداف. وتعزيزا لأواصر الشراكة الفاعلة، لجنة تقنية مشتركة أحدثت لتتبع تنزيل الاتفاقية عن طريق بلورة آليات وخطط عمل لتنفيذها في إطارها الزمني المحدد. والتعاون المغربي الفلسطيني يشمل كذلك الجانب الصحي. مسؤول شبكة مستشفيات القدس الشرقية عبروا في ختام زيارة للمملكة عن إعجابهم بكفاءة الأطر الصحية المغربية وبجودة البنية الاستشفائية، مما يفتح المجال أمام قطاع الصحة الفلسطينية للاستفادة من التراكم النوعي الذي حققه المغرب في هذا المجال. عبدها بكاراتي. بدعوة من وكالة بيت مال القدس، قام وفد شبكة مستشفيات القدس الشرقية بزيارة للمغرب استمرت أسبوعا، وقف خلالها على تطور إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا، حيث عبر الوفد عن إعجابهم بكفاءة الأطر الصحية المغربية وبجودة البنيات الاستشفائية. الحقيقة هذه الزيارة مهمة جدا لفتح أبواب التعاون بيننا وبين إخوتنا في المغرب في القطاع الصحي بتنظيم من وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الزيارة تضمنت زيارة عدة أماكن مهمة في القطاع الصحي في مدينة الرباط. قد وجدنا صراحة الكثير والكثير من المجالات في التقدم في البحث العلمي، وقد لمسنا التقدم الموجود، وقد وجدنا مراكز كاملة للبحث العلمي والتطوير. هناك انبهار دخل إلينا بسبب هذه المعاملة من ناحية، هذه التقنية العالية المتوفرة، هذه الإمكانيات الموجودة، وهذا العقل الذي يدير كل هذه المؤسسات. الوفد الفلسطيني التقى بعدد من المسؤولين المغاربة في المجال الصحي وتدارسوا قضايا المستعجلات والطوارئ الصحية في التجربتين المغربية والفلسطينية، وعبروا عن رغبتهم في الاستفادة مما حققه المغرب في هذا المجال. على ثقة تامة من أن هذا التعاون وهذا التبادل والتلاقح الفكري بين كلية الطب وبين مستشفيات القدس وبين المراكز الصحية المختلفة في المملكة المغربية سيثري هذه التجربة وسيكون لها الأثر العميق في تطوير مهنة الطب بالكل. تعرفنا على التجربة المغربية الغنية حقيقة بكل تفاصيلها، كما أتقدم بالشكر الجزيل لجلالة الملك محمد السادس لما يقدمه للقدس عن طريقه بيت مال القدس. إضافة إلى زيارة عدد من المستشفيات وكليات الطب والمعاهد والمختبرات والجامعات، شارك الوفد في ورشة علمية حول منظومة المستعجلات والطوارئ، كما حضر توقيع اتفاقية لإحداث وحدة لليقظة والتنسيق والتتبع لحالات الطوارئ والمستعجلات في القدس الشرقية مع وكالة بيت مال القدس الشريف.
ارتباطا بالقطاع الصحي بمستشفى العياشي بسلا المتخصص في أمراض الروماتيزم والترويد الطبي خلية خاصة باستقبال المرضى الذين كانوا خاضعين إلى نظام المساعدة الطبية سابقا راميد وأصبحوا يستفيدون تلقائيا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يستفيدون من كل الخدمات العلاجية بشكل مرن وذلك لمساعدة الفئات الهشة للوصول إلى العلاج ورش ملكي طموح أثمر تعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة إيمان سلاوي وعدنا الهرس. سمير تغيدا يعاني من مرض مزمن في المفاصل الدواء هو باهظ التكلفة كان منخرطا ضمن نظام المساعدة الطبية راميد واليوم هو كباقي المستفيدين من نظام المساعدة الطبية الذين انتقلوا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبة الاشتراك اليوم يستفيد من العلاج بمستشفى العياشي بسلا بعد قيامه بالإجراءات اللازمة ودودينا الحمد لله راه مكلف ومعاونين معنا الحمد لله نفس الخدمات الحمد لله حتى حاجه ما تغيرت الحمد لله بالعكس سهلت علينا ديك التمارين ديال التناقل ديال سبيطار الحومه وسميتو الحمد لله دابا ولات مزيانه قاعدة دابا الحمد لله بخير يعني جيت النهار الاول ونعست ودرت التحاليل ودرت الاجراءات كامله وكنجي كل 15 يوم ناخذ الدواء ديالي وديك الدواء غالي بزاف صراحه هكا هادشي كله بفضل الله وبفضل الراميد ولا دابا الحمد لله الحمد لله كاين تحسن كبير بمستشفى العياشي بسلا خلية تعمل على استقبال المواطنين وتسهيل استفادتهم من العلاجات المرور من نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي يتم بطريقة مرنة ورش ملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة لأن الدولة تتحمل أعباء الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذه الجهود تكللت بأنه يكون عندنا واحد قاعدة بيانات مشتركة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما مكن ومما يسر للمواطنين أنهم يدوزوا أوتوماتيكمون لهذا النظام الجديد بالنسبة للمرضى اللي كانوا خاضعين لنظام المساعدة الطبية الراميد وتم التحويل ديالهم بشكل تلقائي لنظام التأمين الإجباري عن المرض فهما كيستافدوا مجموعة من الخدمات الصحية اللي كتقدمها المؤسسة من استشفاء الترويض الطبي التحاليل الطبية الطب الإشعاعي وكذا الأدوية البيولوجية البيضاء الثمن فالدولة كتحمل مصاريف الاشتراك بالنسبة للأشخاص الغير قادرين على الأداء ديالها وكل هذا لتيسير ولوج الفئات الهشة والأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك دابا باش تقلبات يعني أيولي عندهم تغطية ديال لامو هاد لامود درنا خالية باش نشرح لهم وبصفة عامة جميع المسائل اللي كانوا كيستفدوا فيها براميد دابا كيستفدوا منها غير حنا يعني كنحاولوا نشرحوا لهم كيفاش خصهم يقلبوا الملف ديالهم من راميد يولي سي ان اس اس وشنو هما الاجراءات اللي خصهم يديروا 4 ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية راميد صارت منخرطة تلقائيا في النظام الجديد للتغطية الصحية الأشخاص الخاضعون سابقا لنظام المساعدة الطبية سيستفيدون من نفس الخدمات والامتيازات التي كانوا يتوفرون عليها في المستشفيات العمومية كما سيتم تعويضهم بموجب نظام التغطية الصحية الإجبارية على جزء كبير من مصاريف الدواء والاستشفاء وللمزيد من المعطيات والتوضيحات حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط رئيس قسم الشؤون المالية خالد بعلي مرحبا بكم سيد بعلي بداية شنو هما الإجراءات المعتمدة على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من أجل إنجاح هذا الورش ديال تعميم الحماية الاجتماعية وتيسير استفادة المرضى اللي كانوا خاضعين لنظام راميد وانتقلوا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الخدمات الطبية والعلاجية أولا كما يعلم الجميع أن هذا الورش ورش من أهم الأوراش التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده واعتبر لبنة أساسية من لبنات بناء الدولة الاجتماعية كما قلت أنه المركز الاستشفائي على غرار جميع المراكز الاستشفائية بالمغرب ومستشفيات التابعة لوزارة الصحة قام بعدة إجراءات استباقية من شأنها تنزيل وتفعيل على أرض الواقع لهذا المشروع المولوي المهم من أهم الإنجازات على الصعيد المالي قام المركز الاستشفائي بضخ
ميزانية مهمة، وذلك عبر عقد شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية من أجل توفير وتحديث الآليات البيوطبية والمعدات الصحية والبنية التحتية للمراكز الاستشفائية أو المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي ابن سينا. كذلك على الصعيد المعلوماتي قام المركز الاستشفائي بتحديث النظام المعلوماتي اللي بموجب هذا التحديث سيتم تبادل المعطيات مع جميع المتداخلين في هذه المنظومة الصحية بما فيها صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واللي غيمكن جميع المرتفقين أو المرضى الذين يلجؤون إلى المركز الاستشفائي أنهم تيسر لهم عملية الولوج وكذلك الاستقبال وتسهيل الخدمات الطبية. أخيرا كما كتعرفوا انه اي مشروع والتنزيل ديالو والنجاح ديالو مرهون بتثمين الموارد البشريه وكذلك توفيرها، فالمركز الاستشفائي صاهره في هذه الاربع سنين الاخيره على توظيف عدد مهم من الاطباء والممرضين والاطر الاداريه من اجل مواكبه التنزيل الجيد والحكيم لهذا المشروع. نعم. المولوي المهم. مشروع ضخم بحال هذا والتعميم ديالو على شرائح المجتمع كيف ما هو الحال بالنسبه للفئه اللي كنهضروا عليها، شنو هي القيمه المضافه ديالو بالنسبه لتعزيز العرض الصحي خاصة على المستوى المحلي؟ اولا منذ دخول حيز التنفيذ لهذا المشروع المهم فاتح ذو الجنبير، فالمركز الاستشفائي اللي حوض الخدمه ديالو يقدر بما يفوق 8 مليون نسمه، فوفر واحد الخدمه تقريبا 170 الف عمليه استقبال اللي تمت في هذا ظرف هذه الثلاثه اشهر بكلفه تقدر ب 170 مليون درهم. من جهه اخرى فهذا المشروع مكن جميع المرتفقين او المرضى من تسهيل عمليه الولوج عبر كما قلت انه عمليه تسهيل الولوجيه عبر نظام معلوماتي مندمج ومتوافق مع جميع المتداخلين اللي كيمكن انه الاجراءات الاداريه تتم بصفه سلسه وسهله. كذلك تحسين الخدمات الطبيه عبر توفير عدد مهم من الاطباء وتعبئتهم وتسهيل المساطر الاداريه وغير ذلك. نعم. من الاجراءات اللي غتمكن هاد الفئه اللي. نعم. كانت كتعاني في اطار نظام الراميد من التوفر على خدمه على كنظير. نعم. من الناس اللي كانوا كيستافدوا من لامو الان لي باسيون افيلي تضامن عندهم نفس سله العلاجات اللي كيستافدوا. نعم. منها الموظفين والمستخدمين، بل أكثر من ذلك يمكنهم أن يستفيدوا من الإعفاء من التذكرة أو التسعيرة الإضافية. هذا هو المحور سيد بعلي. سيد بعلي من التساؤلات اللي كيتعلق بهذه النقطة، من التساؤلات اللي كتطرح ما يتعلق بكلفة هذه الاستفادة، بمعنى واش كيخلص المريض مقابل الخدمات اللي كيستفيد منها في المستشفى العمومي؟ نعم سؤال مهم. تفادي الجميع اللبس اللي كاين في مواقع الشبكات الاجتماعيه، فالباسيون اللي كان راميد وداز الامو تضامن لن يؤدي شيء امام المستشفى، يعني كيجي كيستافد من جميع الخدمات الطبيه والبيوطبيه والادويه بدون اداء اي تعريفه تكميليه كما هو الحال بالنسبه للناس اللي كيافيلي الامو، بل اكثر من ذلك كما قلت انه معفي حتى من الواجب الانخراط اللي الدوله ستتحمل هذا الواجب على كاهلها من اجل توفير خدمه صحيه لجميع المواطنين بصفه سواسيه، وهذا في اطار تكريس. نعم. الحق في الصحه اللي هو حق دستوري. سيد بعلي شكرا لكم على كل هذه المعطيات، كنتم معنا مباشرة من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وأذكر أنكم رئيس قسم الشؤون المالية. نواصل بأحوال الطقس، تساقطات مطرية هامة عرفتها عدد من مناطق المملكة، وخلال 24 ساعة الماضية سجلت المديرية العامة للأرصاد الجوية أعلى نسبة وكانت بإفران 35 ملم، أما أدنى نسبة فكانت بكل من تارودان، تشفشاون، العرائش، تطوان، تيزنيت والصويرة أقل من ملم. وبخصوص التساقطات الثلجية فسجلت المديرية العامة للأرصاد الجوية بإقليم إفران ما بين 30 و75 سنتيمترا، بإقليم مرززات ما بين 10 و25 سنتيمترا، بميدل تتراوحت المقاييس ما بين 24 سنتيمترا، بأزلال ما بين 3 و6 سنتيمترات.
وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي للمديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت بأن أمطارا إلى 40 مليمترا وتساقطات ثلجية من 20 إلى 40 سنتيمترا وهبات رياح قوية من 75 إلى 90 كيلومترا في الساعة ستتواصل غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وبإقليم تنغير قامت مروحية الدرك الملكي مساء السبت بثلاث طلعات جوية إلى مرتفعات بجماعة أمس مرير لإنقاذ ثلاث أسر مكونة من 11 فردا ظلوا عالقين وسط الثلوج الكثيفة التي تساقطت على المنطقة مؤخرا، وقد تم تزويد هذه الأسر بمواد غذائية وأغطية. من تنغير مراسلة لعبد المجيد حلاوي وياسين مرافق. إن أول من يعاني من تبعات التساقطات الثلجية والمطرية الكثيفة ومن موجة البرد القارس هم ساكنة المناطق الجبلية. وللتخفيف من هذه المعاناة أصدر جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية لتقديم كل المساعدات الضرورية قصد الوقوف إلى جانب هذه الساكنة في الظروف الصعبة التي تعيشها. إقليم تنغير واحد من الأقاليم التي تقطن بها ساكنة مهمة في المرتفعات الجبلية تعيش على الرعي والفلاحة. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لم تدخر السلطات العمومية الإقليمية بكل مكوناتها، لم تدخر جهدا قصد تقديم العون والمساعدة. وبالنظر للنشرة الإنذارية الأخيرة اتخذت اللجنة الإقليمية لليقظة بإقليم تنغير قرارا بالاستعانة بمروحية تابعة للدرك الملكي قامت مساء السبت الماضي بثلاث طلعات جوية إلى منطقة مجدي بجبال جماعة أمس مرير، وذلك لمساعدة ثلاث عائلات تتكون من 11 فردا. وقد زودت السلطات الإقليمية هذه الأسر بعدة كيلوغرامات من المواد الغذائية و900 كيلوغرام من علف الماشية وثلاث خيمات من الحجم الكبير، إضافة إلى ثلاث أجهزة من الخزان المزود بالطاقة. وإن كان عدد من رؤوس الماشية قد تضرر إلا أن الأسر الثلاث توجد في وضعية صحية جيدة. وقد عبرت الأسر عن عدم رغبتها في العودة في الوقت الراهن لأنها تتوفر على عدد كبير من الماشية يقدر ب 1350 رأسا. وخلال بداية الأسبوع الماضي تجندت السلطات الإقليمية ومعها رجال إنقاذ متخصصون في المناطق الجبلية تابعون للوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمنتخبون، وذلك للقيام بمهمة ميدانية على الأقدام للبحث عن 11 أسرة من الرحل مكونة من 44 فردا ينشطون بالمناطق التالية تفروت تغفيست ومجدي. من الرحل من تم العثور عليه وتزويده بالمواد الغذائية والأغطية، وبقيت ثلاث أسر عالقة بمرتفعات منطقة مجدي، وهؤلاء هم من قررت لجنة اليقظة بإقليم تنغير أن تفيد إليهم مروحية تابعة للدرك الملكي لتقديم العون والمساعدة. وصل سمك الثلوج بإقليم تنغير إلى مترين، وفي بعض المناطق وصل إلى 5 أمتار، وهي مقاييس استثنائية لم تعرفها المنطقة منذ عدة عقود. وقد حرصت السلطات المختصة هنا بإقليم تنغير على إصدار تنبيهات إلى عدد من الرحل لتفادي تبعات سوء الأحوال الجوية، وعدم التفاعل مع النشرات الإنذارية يكون في الغالب هو السبب الرئيس في الأوضاع الصعبة التي قد يعرفها الرحل. مرتفعات إقليم تنغير معروفة بوعورة المسالك وبكثافة حجم التساقطات الثلجية. وقد حرصت لجنة اليقظة بإقليم تنغير على غرار باقي الأقاليم المعنية على تعبئة كل إمكانياتها وطلب دعم أقاليم أخرى بآليات لإنجاح هذه العملية. أطر وزارة التجهيز والماء تعبأت لفتح المسالك الجبلية التي يفوق طولها 500 كيلومتر، وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نظمت قوافل طبية معززة حضورها بالأدوية الكافية.
وعلى مستوى إقليم ورزازات، وبعد أن شهدت طرقات الإقليم ثلوجا كثيفة خلال الأيام الماضية وبعد تضافر جهود مجموعة من المتدخلين، فتحت جل الطرق في وجه مستعمليها مما انعكس على الحركية بالمنطقة خاصة الجانب السياحي. روبورتاج إيس العمراني وأحمد الفضيلي. مجموعة سياحية قادمة من ألمانيا والحديث عن رحلتهم إلى المغرب. الوصول إلى هذه النقطة بتيزن تيشكا كان أمرا صعبا في الأيام الماضية، لكن مع التحسن النسبي في أحوال الطقس والمجهودات المبذولة لإزالة الثلوج عن الطرقات أصبح الأمر ممكنا. قدمنا من ألمانيا لرغبة شديدة في زيارة هذا البلد الجميل المغرب. وجدنا أن الطريق الجبلية جيدة جدا ولم نصادف أي مشكل في السياقة وشعرنا بالأمان. لقد قضينا أسبوعا كاملا في الصحراء واستمتعنا كثيرا، راقتنا الأجواء الثلجية والمناظر الجبلية الرائعة، والطريق كانت جيدة وآمنة. جل الطرقات هنا أضحت قابلة للاستعمال، ما انعكس على عدد زوار المنطقة. سائح آخر هذه المرة من بولونيا يلتقط صورا للذكرى. قدم من مراكش اليوم وتقوده رحلته عبر طرقات ورزازات نحو الجنوب الشرقي للمملكة. قضينا بعض الأيام في مرزوقة، هي صحراء جميلة. نحن في يومنا الثاني هنا في المغرب ونحن منبهرون بجمال هذا البلد وثقافته. الطرق مزيانين، تحلوا، ما كاين حتى مشكل، المناظر خلابة. الله يخلينا المغرب ويزيد من هذا الشتاء ومن هذا الثلج باش تزدهر بزاف المغرب، يزدهر بزاف. تضافرت الجهود لفك العزلة وفتح الطريق أمام مستعمليها، تم تسخير وسائل لوجستية وتجندت الأطقم ليل نهار. تمكننا الحمد لله بفتح هذه الطرق المنقطعة في كلها، خصوصا الطرق المعبدة المصنفة، شبكة مصنفة. ومن خلال هذا المنبر احنا كنناديو المواطنين ومستعملي الطرق انه باش خلال السفر تاعهم يحاولوا انهم يكونسلتيو السيت تاع الوزارة باش يعرفوا حالة الطقس. دار السيمانة اللي فاتت كانت سدات وهبط البارير وتسنينا وعاودنا اقترحنا على ليك اليوم باش نديروا لابوكل على حساب اكادير، وكانت حتى هي الطريق مسدوده. رجعنا لمراكش واجلنا الرحلات كامله، رجلناهم على حساب دوجور لا تروجور، ودابا الحمد لله راه الطريق مزيانه. قمم الجبال هذه لم تشهد ثلوجا منذ عقود، وسمك الثلوج وصل الى مستويات قياسيه. اليوم انزاحت الثلوج عن أهم المحاور الطرقية لتعود الحركية إلى المنطقة خاصة من الجانب السياحي. تساقطات مطرية وثلجية ستعود بالنفع على المجال الفلاحي بمختلف مناطق المملكة. بإقليم تاونات زيارة ميدانية لتتبع وإطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية غايتها تحسين دخل الفلاحين وتعزيز البنية الفلاحية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. محسن قيس وأنور الغماري. 1850 هكتارا هي المساحة الزراعية التي ستستفيد من عملية السقي بالتنقيط وفق نظام يعتمد الاقتصاد في المياه والرفع من الإنتاج. مشروع للإعداد الهيدروفلاحي لمدار بهودة بإقليم تاونات تم تنزيله وفق رؤية تروم دعم الفلاحين الصغار بالمنطقة وتحسين دخلهم وتنويع منتوجاتهم. هذا الشيء قد يسمح لنا باش يتبدل الأنظمة الزراعية ونمشيو لأنظمة زراعية اللي فيها الفواكه، اللي فيها الخضر والأساسية، البطاطيس والبصل وخضروات أخرى، وكذلك الأعلاف، زراعة ديال الأعلاف اللي هاد المنطقة فيها الرعي وهي جد مهمة باش تكون عندنا الإنتاج ديال الأعلاف وزراعات ديال الحبوب. ومن أجل تعزيز البنية التحتية الفلاحية وجعلها في مستوى تطلعات المرتفقين، مقر جديد تم إعطاء انطلاقته يضم مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
حنا كفلاحه هذا النهار كبير عندنا، تم التدشين ديال هذه الغرفه الفلاحيه وديال المؤسسات اخرى تابعه لوزاره الفلاحه، وهنا في كتجلى تقريب الاداره من المواطن. يعني حنا هذا النهار عندنا فرحه كبيره بالنسبه للفلاحه كاملين. هو وسيله القرب للفلاح، يعني غيجي الفلاح للمقر غيلقي جميع المصالح جميع الارشادات. لحقاش كان حنا كما كيعرف الجميع اقليم تاونات اقليم شاسع مساحي من حيث المساحه، كيجي المواطن لاقليم تاونات كيبقى يمشي مع هذه الاداره لهذه الاداره، راك عارف حنا الحمد لله دابا غيجي الفلاح مطمئن للاداره غيقضي جميع المصالح ديالو. وعلى مساحة 113 هكتارا يمتد مشروع تجميع يخص النباتات الطبية والعطرية ووحدة للتحويل والتعليب، مشروع مكن من خلق 60 فرصة عمل دائمة وأكثر من 500 فرصة غير مباشرة، غايته تحسين جودة وكميات إنتاج النباتات الطبية والعطرية في احترام تام للمعايير البيئية والمناخية. تتواصل بمختلف عمالات وأقاليم المملكة عمليات المراقبة لأسعار وجودة المواد الغذائية والتتبع الدقيق لوضعية التموين. جولات ميدانية للأسواق ونقط البيع تقوم بها لجان إقليمية مختلطة للوقوف على مدى احترام شروط السلامة الصحية وضبط وزجر أي مخالفات. نموذج من تلغير في مراسلة لمفادي الأولى عبد المجيد حلاوي وياسين مرافق. تنفيذا لمخرجات ومقررات اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع الأسعار، بادرت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة بتنغير إلى مواصلة تنظيم جولاتها الميدانية في أسواق المدينة. من حيث الوفرة الحمد لله كل شيء متوفر، يعني السلعة كلها كاينة، ما كايناش شي حاجة اللي خاصة، ولكن بالنسبة للأسعار كاين شوية، ومؤخرا الحمد لله ولاو شوية كيرجعوا اللور، يعني ولا شوية ديال التراجع. حتى وصلت حتى 240 260 300، دابا ولات 140 160. دوكا ولا انخفض شوية الحمد لله، دوكا 70 درهم، كان الأول في الأول راه كيمشى حتى 85 90، واللحم دروك الحمد لله راه نقص شوية. اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع الأسعار أكدت بأن مواد أساسية تستهلك في شهر رمضان ستكون كافية، وكمياتها تتراوح بين ضعفي وعشرة أضعاف حاجيات السوق. الأسمنة مناسبة، بحال اللوبيا، العداس، إلان، الحماص. تقوم اللجنة الإقليمية واللجان المحلية بعملية مراقبة لطمأنة المشتهرك بإقليم تنغير بتوفر المواد الغذائية وبالوفرة وبأسعار مضبوطة. فلاحيا هناك انخراط للمهنيين من أجل ضمان وفرة وأسعار معقولة للمنتوجات البحرية والخضر والفواكه. موجة البرد التي عرفتها بلادنا منذ شهر يناير جعلت نمو النبات يكون جد بطيء، مما كان له تأثير على ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والبصل. إجراءات ناجعة وحازمة تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية، وقف تصدير القطنيات حيث الأولوية للسوق الوطنية، والإلغاء الكلي للرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء، إضافة إلى محاربة المضاربة والادخار السري. من إقليم تنغير، عبد المجيد حلاوي وياسين مرافق للقناة الأولى. تحتضن الرباط الندوة الوطنية الرابعة للبحث العلمي في المجال التربوي. الهدف من هذه الندوة التي ستتواصل إلى غاية 3 مارس المقبل التعريف بنتائج البحث العلمي في المجال التربوي وتثمينها وتعزيز خبرة فرق البحث في منهجية البحث العلمي التدخلي وتعزيز ديناميته بمؤسسات تكوين الأطر التربوية بكافة المصالح المركزية والجهوية. في موضوع آخر، أضحى استهلاك المقاطع القصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عادة عند أغلب مستخدمي الأنترنت، عادة بتداعيات كثيرة أبرزها تأثير مباشر على الذاكرة القصيرة المدى والتركيز. نرصد سلبية الاستهلاك غير المعقل لهذه المقاطع في ريبورتاج التالي لسمير أسبان. حركة بسيطة بإبهامك ك
كفيلة بأن تأخذك في رحلة طويلة عبر فيديوهات تختلف مصادرها ومحتوياتها. الفيديوهات القصيرة أو ريلز خاصية أضحت متواجدة عبر معظم مواقع التواصل الاجتماعي، بموجبها يتمكن المتصفح من الخوض في عوالم الافتراض طويلاً دون الإحساس بمرور الوقت. كيبقى غادي ريل مور ريل ولا كيصيفطوا لي لي زامي ديالو لي ريلز، دونك راه ان بو بري راه بلوس كو 2 اور بعدا راه ريل كيجري وي ريل، وعاوتاني الدراري صحابو كيصيفطوا لي لي ريل وهو كيصيفط لي ريل. بالليل تنفتح لي ريزو سوسيو تلقى راسي تنقول هير غنطل، حتى تلقى راسي وصلت لساعة ساعة ونص حتى لساعتين شي خطرات. يعني الوقت باش كندخلوا للانستغرام اصلا راه الا دخلتي راه لي غير كياخذوا لك الوقت ديالك، دونك الا بقيتي راه تقدري كاع واحد الساعه وانت كتفرجي فيه. تيك توك وانستغرام ايتو راه استشروا مع اخصائيين في علم النفس ولقاو بان هذاك لي فيديو اللي كدير بالصبع ديالك وكطلع وحده ملي كتشوف الاخرى كتبان لك النص ديال الاخرى جايه. اذا عرفوا بلي ان الدماغ ديال الانسان فهو كيبغي دائما الجديد. لنعد قليلا بالوقت الى زمن ما قبل التيك توك، اغلب محتويات مواقع التواصل الاجتماعي تتسم بالرتابه. عام 2017 ظهر التطبيق الطفرة تيك توك، تطبيق يعتمد على بث مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز الدقيقة، وجبات سريعة للعقل وسرعة انتقال تجعل التركيز في خبر كان. احنا كصناع محتوى وخصيصا انا عشنا هذيك الفتره ديال الفيديوهات الطوال، ودابا كنعيشوا الفتره ديال الفيديوهات القصار ديال 30 ثانيه ديال دقيقه، وكنحسوا براسنا عن طريق هذه الفيديوهات انه كان طبعا كنوصلوا لاكثر ديال الناس، كنوصلوا لواحد الشريحه كبيره. الناس كيجيب لهم الله، راه فاش كتتفرج في هذاك الفيديو ديال دقيقه ولا دقيقه ونص ولا 30 ثانيه راه استفد، هو في الحقيقه غير علم عقله انه يعجز وعلم عقله الفاست فود دغيا دغيا ياكل المعلومه الجاهزه. يؤدي الانغماس في دفق لا نهاية له من مقاطع الفيديو القصيرة لخفض مدى الانتباه، أمر يؤثر على الذاكرة قصيرة المدى والقدرة على التركيز. حسب الدراسات يصبح الأشخاص الذين يستهلكون هذا النوع من الفيديوهات بشكل كبير غير قادرين على التركيز عند مشاهدة الفيديوهات الأطول، ناهيك عن قراءة كتاب أو أداء الواجبات المنزلية. التدفق السريع للمعلومات فهو بالنسبة للدماغ فهو فخ للتفكير النقدي، لا يوجد عندنا حيت تمر الفيديو بسرعة فما كتبقاش عندنا واحد التفكير باش نديروا واحد النقد ونعرفوا ان هذيك الكبسولة واش حقيقة ولا زائفة. الناس كيحسب لهم باللي راه من خلال الفيديوهات ولا الستوري اللي كنديروا راه غاديين يستافدوا، بطبيعة الحال هذاك غير استفادة سطحية، غير كتحل لهم الشهية باش يمشي يبحث ويقرأ. أظهرت دراسة منشورة في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز انخفاضاً كبيراً في مدى انتباه البشر بمرور الوقت، والسبب يعزى إلى تزايد الرغبة المستمرة في معلومات أسرع ومحتوى جديد. ما كيبانش بانه ما كنشجعوش الناس على البحث على المعلومه، بالعكس حنا كنعطيوهم واحد البديه ديال المعلومه، ولكن ديما كتلقى بانه المعلومه فيها بزاف ديال الحوايج واحد اخرين اللي يمكن لهم يقلبوا عليهم الناس. الريل دابا الاشكال اللي وقع لنا فيه هو انستغرام والتيك توك اليوتيوب دي بلاتفورم اخرين حتى تويتر، وهذا كيتلاحوا فيهم دي فيديو صغار اللي فيهم دقيقه قصيره، وكتضطر انك تقلب بزاف وتلخص هذاك الشيء وكتنقص بزاف ديال الحوايج، والناس كيجيب لهم الله، راه فاش كتتفرج في هذاك الفيديو ديال دقيقه ولا دقيقه ونص ولا 30 ثانيه راه استفد. بحسب مجله فوربس المحتوى الموجود على تيك توك والمنصات التي تقدم فيديوهات قصيره وتعتمد على التمرير المستمر على الشاشه الى ما لا نهايه هو في الاساس مخدر رقمي. بحسب الخبراء عندما تكون على التطبيق ترى مقطع فيديو يلفت انتباهك وتحصل على دفعة مما يسميه الأخصائيون الدوبامين أو هرمون السعادة، شعور يستمر مع كل ضغطة زر. أكيد ترتب على استهلاك هذه الكبسولات الفيديو مشاكل كثيرة، منها مشاكل في الانتباه والتركيز، وبالتالي تؤدي إلى فرط في الحركية والنشاط اللي كتظهر عند الطفل، مثلا واحد ليبيرا أكتيفيتي كيكون نقص واضطراب في النظر نظرا للأشعة الزرقاء التي تنتج هذه الهواتف الذكية، فهي تؤثر على النظر، وليس فقط النظر ولكن تؤثر على الساعة البيولوجية
الاشخاص اللي كيستهلكوا هذا الفيديوهات او اللي كيبقاو كيدوزوا واحد الوقت كثير بالنسبه لهذا الهواتف الذكيه كيكون عندهم واحد ميل كثير لعزل النفس وميل كذلك عن العالم الاجتماعي. من المعلوم ان دماغنا تهضم المعلومات المرئيه اسرع من النص. هذا هو السبب في ان مقاطع الفيديو ستتفوق دائما على المعلومات النصيه عبر الانترنت، وتتنافس مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لجذب انتباهنا باستمرار مع تقديمها على شكل أجزاء أصغر وأقصر من المحتوى المرئي. ولمزيد من المعطيات وتحليل الظاهرة من زاوية علم النفس الاجتماعية تنضم إلينا اللحظة مباشرة من الدار البيضاء الدكتورة أمل شبش الأخصائية في علم النفس. مرحبا بك دكتورة. نحن أمام ظاهرة جديدة تتعلق بالاستهلاك اليومي للمقاطع القصيرة أو ما يصطلح عليه بالريلز، ظاهرة ولت من العادات اليومية لمعظم الشباب والمراهقين وبصفة عامة مستعملي الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف الأعمار ديالهم. إلى أي حد كيأثر هذا الإدمان كيف موصفه الخبراء على الذاكرة قصيرة الأمد وعلى التركيز ديال المستعملين ديال الشبكة التواصلية الرقمية؟ نعم، أي حاجة زادت على حدها كتنقلب ضدها. يعني الإنسان اللي كيستعمل لي ريلز بزاف، يعني في إنستغرام تيك توك ولا فيسبوك ولا حتى يوتيوب، يعني التأثير على النفسية ديال الإنسان ما تخليش يركز بحال اللي قالوا بزاف الأخصائيين اليوم. أنا بغيت نزيد واحد الحوايج أخرين اللي هما عدم الثقة في النفس. يعني هاد الناس كيبقاو يشوفوا هاد لي ريل كيوليو كيقارنوا حياتهم مع حياة الآخرين اللي ماشي لا بداية حياتها يعني حقيقية. بزاف ديال يعني الانعزال، هاد الناس كيبقاو ينعزلوا، العلاقات في العائليه كتولي كتكسر. كيقول لي واحد التباعد بين الازواج، بين الاباء والامهات ووليداتهم. يعني تاثير على التركيز، تاثير على 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 يعني القلق، هادشي كاين. ولكن المشكل اللي اكبر هما هادشي ديال العلاقات العائليه والانعزال، وما كنبقاوش ندوزوا الوقت مع بعضياتنا. بزاف ديال المشاكل زوجيه اليوم اللي واقفين، ازواج واقفين على الطلاق حيت واحد منهم كيستعمل يعني هاد لي ريزو سوسيو بكثره وكيحس الاخر بالوحدانيه. نعم. يعني مشاكل اللي هي كثيره. نعم. اللي كتاثر على النفسيه ديال الانسان وعلى العلاقات ديالو. نعم. عامه دكتوره كنشوفوا سلوكيات عديده سواء عند اي شخص كيدمن استهلاك هاد الريلز او الفيديوهات القصيره، كفرط الحركه، كاين الارق، وهذا كيأثر بشكل مباشر على الدورة البيولوجية للإنسان. نعم. ومواعيد النوم ديالهم، وأكيد هذا التأثير كيوصل لمخاطر أخرى مع تفاوت حالة التعلق بهذه الممارسة. إلى أي حد كتوصل الخطورة ديال هذه السلوكيات؟ هاد الخطوره يعني هي متعلقه بالسن ديال الانسان اللي كيستعمل هاد لي ريلز، يعني والكثره ديالها، يعني الاوقات، يعني واش كان يعني شحال من ساعه، واش كل جوج ساعتين في النهار، واش النهار كله الانسان شاد التليفون وجالس كيتفرج غير كيدوز ديك التصاور، معلومه سطحيه، ما كاينش تعمق في المعلومه ولا المعلومات ولا ما عارفينش واش المعلومه صحيحه ولا لا. يعني التاثير على الوعي ديال الانسان، ما كنبقاوش واعين وكنعطيو الاهميه للحوايج اللي هي صحيحه واللي هي اللي هي تقدر تنفعنا في حياتنا وتنفعنا في المجتمع ديالنا وفي عائلاتنا ومع وليداتنا. ولكن كناخذوا غير ديك المعلومه السطحيه كنستعملوها، وكتخلي القلق ديالنا كيكثر حيت كيولي واحد المقارنه مع الحياه الاخرين اللي ماشي هي لا بد صحيحه او حقيقيه. دونك مشاكل اللي هي كتقدر تؤدي الاكتئاب، الانعزال، ما كننجحوش في حياتنا حيت كنوليو دائما كنشوفوا بان الوصول للاهداف ديالنا بعيده بزاف. نعم. اذا دكتوره شباش، شنو كتقترحوا كحلول للحد من تداعيات هذا الاستهلاك غير معقلا لهذا المقاطع؟ اولا يعني الاطفال ديالنا خصنا نقننوا الوقت، ما يمكنش. يعني خصنا ماشي غير باش نتهناو من يعني باش الطفل باش يكون ما يديرش صداع ولا نخليه جالس ترونكي نقول ليه هاك هالتليفون. دونك اولا تقنين الوقت الاطفال، ولكن حنا ك يعني نساء رجال اللي حنا يعني واعيين بعقلنا، خصنا حتى حنا ماشي غير جالسين نشدوا التليفون، خصنا بالعكس نشجعوا العلاقات في الحياه الواقعيه مع الاخرين، نخرجوا
ندوزوا الوقت مع العائله، مع خوتنا، مع الازواج ديالنا، مع اصدقاء ديالنا، نقراو الكتب، نحضروا المحاضرات، يعني ماشي ندوزوا الوقت. هاد الكلمه ديال ندوز الوقت راه خطيره. الوقت ماشي غير من ذهب، الذهب ماشي ذهب عنده ثمن، ولكن الوقت ما عندوش ثمن. راه دقيقه واحده كتمشي راه ما كاينش شي واحد اللي غيقدر يردها لينا. نعم، الدكتورة أمل شبش الأخصائية في علم النفس، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. بالرباط، العلاقات المغربية القطرية تتعزز في مجال التشغيل وتبادل الخبرات في عدد من المجالات. التفاصيل مع عبد الحي نصر. لقاء يأتي في سياق تبادل الخبرات في مجال العمل والتشغيل بين البلدين من خلال الاستفادة من العمالة والخبرات المغربية في عدد من المجالات. وتم بالمناسبة استحضار التلاحم الكبير الذي أبان عنه البلدان الشقيقان خلال كأس العالم بقطر قيادة وشعبا. وجودنا هنا في المملكة المغربية هو تأكيدا لهذا التعاون، وخاصة أن هناك مجموعة من الخبرات التي ممكن أن يكون هناك تبادل بيننا وبين المملكة المغربية في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستفادة كذلك من المهارات المهارة أو العمالة الماهرة في المملكة المغربية. من بين الإجراءات التي ناقشها الطرفان تدليل الصعاب للعمالة المغربية المؤهلة على المستوى الإداري بما يتماشى مع تطورات التكنولوجية الحديثة. اليوم كان عندنا فرصة عمل دقيقة حول الإجراءات الجديدة التي سوف نقوم بها مع إخواننا القطريين في مجال العمالة المغربية اللي يمكن لها تمشي لقطر. إخوان القطريين عندهم احتياجات، وإحنا كذلك عندنا احتياجات داخل المغرب اللي ضروري نلبيوها، ولكن كذلك منفتحين على الاحتياجات ديال الإخوة والأشقاء، وبغينا هاد المساطر ديال العمالة المغربية اللي تمشي تكون مساطر متميزة متجددة، فيها الأمور الرقمية، فيها مكاتب للقرب في هادشي ديال التأشيرات وهادشي ديال الرخص. المغرب وقطر ماضيان في تعزيز علاقاتهما وتقويتها بما ينسجم مع طموحات قائدي البلدين الشقيقين، وموضوع العمالة لابنة هامة في مسار دعم هذه العلاقات، علما بأن الجالية المغربية بقطر تضم العديد من الأطر العليا من أساتذة جامعيين وقضاة وإعلاميين وكفاءات في مجالات أخرى كالصناعة التقليدية وقطاع الفندقة والخدمات. بأديس أبابا، وبمناسبة اختتام النسخة الرابعة من المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي نظمها فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بإثيوبيا، كان التأكيد على عزم المؤسسة تحت رئاسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على العمل من أجل خدمة الإسلام والسلم والأخوة التي تربط المغرب ببلدان إفريقيا ومن بينها إثيوبيا. مراسلة موفدي الأولى أمين هناوي وسفيان إبراهيمي. حفل استقبال نظمته مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بعد اختتام إقصائيات المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، حضره وزراء وبرلمانيون والقيمون الدينيون بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، حضور يبرز العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. As you know, Morocco and Ethiopia have many similarities. كما تعلمون، المملكة المغربية وإثيوبيا تجمعهما العديد من الروابط المشتركة، خصوصا على المستوى الثقافي، كما تجمعهما أيضا روابط أخوة متينة وعلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسية. كبار مسؤولي الدولة من الوزراء ومستشاري الوزراء ونوابهم وأعضاء البرلمان كلهم يحتفون بضيوفنا من المغرب، بأهلنا من المغرب، يحتفون بهذه المسابقة وهذه الوسطية التي نعمل على نشر راياتها سويا مع أهلنا في المغرب. الحفل شهد أيضا حضور سفراء الدول العربية والإسلامية بالعاصمة الإثيوبية وممثلي مختلف الهيئات الدبلوماسية، تقديرا لدور المغرب في الحفاظ على قيم الإسلام السمحة والتعايش بين مختلف الشعوب. أهمية هذه المناسبة هو هذا التواجد الكبير المتنوع من السادة السفراء ومن السادة ممثلي المنظمات الاجتماعية والدينية أيضا في أثيوبيا. لا شك أن هذه الفعالية هي نافذة، يعني ضرورية
أقامتها المملكة المغربية الشقيقة. هذه التظاهرة تفتح آفاق جديدة للتعاون العربي الأفريقي في هذا الجانب. جهد يحسب جدا للمملكة المغربية ولجهود الملك محمد السادس في تقريب ما بين الشعوب العربية والإفريقية. حقا هذا يعطي يعني مؤشر للاهتمام الكبير للعرب والمسلمين بالأخوة المسلمين في إثيوبيا. الحفل خصص أيضا لإبراز أدوار مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في التعريف بقيم الإسلام والاهتمام بكتاب الله عز وجل حفظا وترتيلا وتجويدا. قلبه يعجز أنه يعبر عن ما عشناه إخواننا الإثيوبيين نظرا لمحبتهم أولا لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. هم يحبونه، يدعون له بالخير وبالتوفيق في كل ما يقوم به فيما يخص المؤسسة. منذ وصول الوفد المغربي لإثيوبيا تم ترحيب يعني حار جدا من طرف الجانب الإثيوبي من على أعلى مستوى، حضور مكثف من طرف الوزراء، عدة وزراء إثيوبيين، حضر أيضا رئيس مجلس الإسلامي الأعلى بإثيوبيا وعدة سفراء عرب وأفارقة أيضا. وهذا يعني هذا دليل قاطع على أهمية يعني دور المغرب على الصعيد الإفريقي كشريك، وأهمية نموذج المغربي من حيث التسامح التعايش الديني والنموذج اللي تأتي به مؤسسة محمد السادس في الحقل الديني. الوفد المغربي حظي في ختام هذا الحفل باحتفاء خاص من طرف المسؤولين وممثلي الجمعيات المدنية بإثيوبيا تقديرا لدورهم في إنجاح هذا الحدث وتتمينا لدور أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. في الميدان الرياضي وفي كرة القدم وعن كأس الكونفدرالية الإفريقية، يواصل الجيش الملكي سلسلة نتائجه الإيجابية حيث تمكن بالأمس من الفوز على نادي فيوتشر المصري بهدفين لصفر بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. عبد الحق شربت. استعاد فريق الجيش الملكي قمة المجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عقب فوزه الهام المثير على نادي فيوتشر المصري بهدفين لصفر في مباراة حماسية تألق فيها الجمهور الذي رسم لوحات مدهشة في المدرجات وحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في ثالث لقاء لهم في هذه المسابقة. بعد بداية قوية اندفع خلالها لاعبو فريق الجيش الملكي نحو مرمى الحارس المصري باسم للتهديف مبكرا، ورغم سمة الدفاع فيوتشر المصري تمكن المهاجم الواعد حمزة إغمام من افتتاح حصة تسجيل لنادي الجيش الملكي في الدقة 31 والهدف الثالث له في 4 أيام بعد ثنائية الدوري الوطني أمام نهضة بركان والثامن له هذا الموسم في مختلف المسابقات. الهداف الشاب حمزة إغمان البالغ من العمر 21 سنة يحظى منذ مدة بمتابعة دقيقة للناخب الوطني وليد الركراكي وجهازه المساعد كما بات من اللاعبين الواعدين على مستوى التهديف. الشوط الأول انتهى بتقدم فريق الجيش الملكي بهدف لا سافر. في الشوط الثاني ناقش لاعبو فريق الجيش الملكي دقائق المقابلة بواقعية مع الميل للهجومات الخاطفة لتأمين الفوز، وتمكنوا في الدقة 91 من إضافة هدف حاسم يزن ذهبا من توقيع لامين دياكيتي لتنتهي المقابلة بفوز مستحق لفريق الجيش الملكي بهدفين إلى صفر. فريق الجيش الملكي مرة أخرى يسجل أكثر من هدف في اللقاء الواحد وبلغ بهدفه في هذه المقابلة 9 أهداف بدور المجموعات بعد ثنائيته أمام بيراميدز المصري وخماسية أمام كاراتوغوري، في حين سجل في الأدوار السابقة قبل التأهل لدور المجموعات 12 هدفا يصبح مجموع أهدافه في هذه المسابقة 21 هدفا كأقوى خط هجوم. بهذه الأرقام المثيرة فريق الجيش الملكي في طريق لحصد الألقاب على جميع الوجهات كما عودنا دائما في مسيرته الرياضية المتألقة. وفي كرة القدم الوطنية تواصلت بالأمس منافسات الدورة 18 من البطولة الاحترافية للقسم الأول، ومنها نتابع 4 أهداف من لقائي شباب السوالم الرياضي والمغرب الفاسي ثم أولمبيك أسفي أمام النهضة البركانية. عودة إلى عبد الحق شرات. بالأمس بملعب مسير مدينة أسفي انتهت مباراة أولمبيك أسفي والنهضة الرياضية البركانية بهدف داخل كل شبكة، وخلالها كان فريق محلي أولمبيك سبق للتهديف بواسطة اللاعب شيخنا صمكي في الدقة 24 وهي نتيجة الشوط الأول من هذه المقابلة. في الجولة الثانية في الدقة 76 سيتم طرد اللاعب شادراك من صفوف فريق النهضة الرياضية البركانية، ورغم ذلك تمكن من إدراك التعادل على بعد 9 دقائق من نهاية المقابلة بواسطة المدافع إيسوفو دايو.
ومن ملعب المسير بأسف ننتقل لملعب البشير بالمحمدية. بالأمس كذلك تعادل هدف داخل كل شبكة في مباراة شباب السوالم الرياضي والمغرب الرياضي الفاسي. فريق شباب السوالم كان سبق التهديف بوسط جبريل سيلا في الدقيقة 36، فيما تمكن حمزة الجنتي عن طريق ضرب جزاء من إدراك التعادل للفريق الزائر المغربي الفاسي في الدقيقة 56. عنصر الترتيب أما فرق الشمال في الصف الأول ب 37 نقطة، يليه الفتح الرياضي ب 36 نقطة، الوداد الرياضي في الصف الثالث ب 35 نقطة، الرجاء الرياضي في الصف الرابع ب 30 نقطة. في باقي لقاء الدور 18 غدا الثلاثاء، المغرب في طونس يستقبل الرجاء الرياضي، والوداد الرياضي يستضيف أولمبي خريبكا الأربعاء القادم، قمة محلية بين فريق الجيش الملكي والاتحاد الرياضي التركي. قبل توديعكم نذكر بالعناوين. خروج المغرب من اللائحة الرمادية إنجاز تاريخي جديد وحفاظ على تكامل واستدامة ومرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للمملكة، وتعزيز لصورتها وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية. المرضى المنقولون من نظام رامد إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يستفيدون من الخدمات العلاجية الضرورية بالمستشفيات العمومية، وربورتاج تابعناه من مستشفى العياشي بسلا. تساقطات مطرية وثلجية هامة تشهدها العديد من مناطق المملكة، والأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي المزيد إلى غاية الغد. ضمن النشرة توقفنا عند تأثير الإدمان على المقاطع القصيرة أو الريلز وتداعياتها في عصر السوشيال ميديا. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.